فتش في حياتك وفتش في حياة زوجتك وأبنائك، هل يوجد عندكم ذنب ولو واحد يسبب رحيل البركة؟ إذا كان الذنب الواحد يصيب الإنسان يحرمه الله الرزق بسببه، إذن كيف بمن ملأ حياته بالذنوب والمعاصي؟ والله بحاجة إلى أن نراجع وضعنا مع ربنا سبحانه الرزاق ذو القوة المتين هذا العظيم سبحانه. إذا كان ذنب ترك الصلاة في البيت، يعني أنه يوجد في البيت مجموعة لا يصلون، قد يؤدي حرمان الرزق. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، الله يرزقك. فكأنه إذا لم يؤدي الصلاة ولم يأمر أهله بالصلاة وما صبر عليهم بأمرهم للصلاة، أحيانا تكون هذه فقط تكفي لحرمان الرزق في البيت. الأبناء والبنات الذين ينامون حتى تطلع الشمس، بل بعضهم تصلون إلى الظهر تاركين لصلاة الفجر، والبعض البيت كله يعرف أنه لا يصلي، والبعض بيت كامل يؤخرون الصلوات، وهناك من لا يصلي. ذنوب القنوات، ذنوب الجوالات، ذنوب هذا العالم المخيف من المعاصي، من عقوباته المعجلة للعبد أن ترحل البركة من حياته. لذلك دعوة إلى أن نراجع أنفسنا. الرزاق سبحانه يفيض عليك الرزق، وليس المراد أن يكون بدلا من الألف أن يرزقك 5000، لا، يكفي الألف هذا لربما إذا وضع فيه البركة. اللهم بارك في أرزاقنا وذرياتنا والمسلمين. قولوا آمين.